الأشعة الداخلية قدرت تخلق بعد مهم جدا في العلاج، العلاج النافذ، العلاج الناجز السريع اللي بدون مضاعفات، الدقيق. فرع الأشعة التداخلية ده فرع من الأشعة. احنا بنستخدم كل وسائل الأشعة وكل ما وصلنا إليه بنستخدمها كأداة عشان نعالج أمراض بعضها كان خطير جدا. الورم الليفي في حد ذاته ده ورم حميد. أشعة تداخلية عملت تغيير نوعي في تاريخ علاج أمراض وتضخمات الغدة الدرقية، حلت محل الجراحة في جزء كبير جدا جدا من هؤلاء. ده اللي عملته الأشعة التداخلية، واللي هي تعتبر طفرة حقيقة بكل المقاييس في علاج دوالي الخسي. أوردة الجسم كلها زي شبكة الطرق كده موصلة ببعضها، يعني انت حاجة ممكن تدخل من أي حتة على أي حتة. جمال الأشعة التداخلية إن مفيش حاجة بلايند، لكن يبقى الأورام جزء خطير جداً. الأشعة التداخلية بتلعب دور كبير جداً في التعامل معها. إحنا عندنا الحقيقة عدة وسائل لعلاج أورام الكبد بالأشعة التداخلية. الأشعة التداخلية علم كبير جداً ومهم جداً، والأشعة التداخلية في مصر هي رائدة المنطقة العربية. الدكتور أسامة حتة، أستاذ الأشعة التداخلية كلية طب عين شمس، سكرتير عام الجمعية المصرية للأشعة التداخلية، عضو الجمعية الأوروبية للأشعة التداخلية، عضو الجمعية الأمريكية للأشعة التداخلية، عضو اللجنة العلمية للجمعية العربية للأشعة التداخلية. أهلا بيكم. عندنا معضلة في مصر يمكن أعتقد إن إحنا بننفرد بيها عن أي حد في العالم. الدكتور في أي حتة في العالم بيقول للمريض بتاعه أو للمريضة بتاعته أنت عندك مثلا ورم ليفي، مفروض هنعمل لك عملية. لأن الثقافة هناك متقدمة، والثقافة دي تعني كلمة ثقافة دي في ليها مليون تعريف، لكن من ضمن تعريفاتها البسيطة جدا اللي هي إيه؟ سرعة طاعة المريض لطبيبه. ده من ضمن تعريف إن أنا بمثقف طبيا، أنا عارف إن الدكتور بيقولي الصح فأنا هسمع الكلام. هنا في مثلا أورام الليفية دي لما تيجي تقول للست أنت لازم تعملي الورم الليفي ده عامل لك أعراض مزعجة وممكن يكون هو السبب في عدم تأخر الإنجاب، تلاقي ردود فعلا فيها شبه علم بس يعني هتأخر المريضة كتير. تقول لك ايه؟ لا انا خايف ادخل اعمل عملية ليشيلوا الرحم كله. والله علميا ده وارد. فتيجي مثلا في حالة تانية في الغدة الدرقية تقولي للمريضة نقول للمريضة لازم تشيل الورم، ورم ضاغط على الشريان السباتي ضخم جدا وشكله هيضغط على القصبة الهوائية والتنفس وصوتك بدأ يتغير وبتاع قصص كده. تقول لك لا يا عم انت هتشيل هتذبحني من هنا لهنا وجرح كبير، ده جراحة وجرح كبير قد كده. فهترد ايه؟ ما هو ده حقيقي فعلا ساعات الجرح بيكون كبير يعني في الجراحة. في البروستاتا تيجي تقول للمريض انت عندك تضخم في البروستاتا لازم نعمل لك عملية، فيقول لك لا ده انا سمعت ان العمليه دي بلادي ومش عارف. بتقول له بالليزر، يقول لك انا معايا الف الليزر ده غالي وطب وانا بخاف منه برضه ومش عارف ايه وهيدخل. لا لا، الاشعه التداخليه جت عشان تحل لنا هذه المعضله. طب تقول لي لا ده ما هي جايه كمان عشان الناس اللي التخدير ما ينفعهاش ودي ليس انفيزيف، ده كلام علمي راقي جدا. لكن انا بكلمك على معضله مش موجوده في الكتب، اللي هي معضلة المريض اللي رافض الشيء لاعتقاد في دماغه أو لواقع هو أساساً شايفه يعني متضخم جداً، زي ما في الأورام اللي فيها زي ما في الغدة الدرقية. أشعة تداخلية أنا في رأيي هي العالم السحري اللي حللنا وقرب هذه المسافة والجاب بين الدكتور اللي لازم يصر على أنه مريضه يبقى في صحة كويسة وبين المريض الهربان اللي مش عايز يعمل الإجراء نتيجة تخوفه لأشياء معينة متعلقة بالجراحة. قامت الأشعة التداخلية وقربت المسافة دي.
النهارده نفهم القرب ده اكتر واكتر مع واحد من رواد هذا العالم، اسم كبير بنفخر وبنسعد بوجوده معانا، قدم الكثير من الثقافه في المنطقه دي، وده صعب جدا لان المنطقه دي منطقه صعبه في الشرح، لكن هو كرائد قدير لهذا المجال كان المساله بالنسبه له اكيد سهله جدا. لكن احنا استمتعنا جدا مع ضيفي المبدع جدا الاستاذ الدكتور اسامه حتى، استاذ الاشعه الداخليه بكليه الطب جامعه عين شمس، وسكرتير عام الجمعيه المصريه للاشعه الداخليه، عضو الجمعيه الاوروبيه للاشعه الداخليه والجمعيه الامريكيه واللجنه العلميه للجمعيه العربيه للاشعه الداخليه، الاسم الكبير. اهلا اهلا دكتور ايمن. النهارده حبينا نقرب من العيانين، فجمعنا رسائل من صفحاتكم، صفحات المركز وصفحاتك وصفحات البرنامج، وعملنا ميكس، وكل واحده بتحكي قصه، فاسمح لي ان انا ابدا بروايه هذه. تفضل. من دي الحقيقه من الحلقات المحببه جدا لقلبي، لان دي فعلا دي اللي بتزود قاعده الثقافه الطبيه وبتعرف الناس بالاشعه. هي كالعاده كيس ستادي دي اساسا بقت كمان ترند في الامتحانات دلوقتي في الكليات كلها. اول حاله بتقول والدتي عندها تضخم في الغده الدرقيه، ضغط على مجرى التنفس بسبب لها صعوبه في البلع، ممكن نعالجها بالاشعه الداخليه ولا لا؟ مع العلم عندها 80 سنه ومش قادره تعمل عمليه. ده زي ما قلت لحضرتك، احنا لسه كنا بنتكلم، ده من النوع اللي المريض اللي من النوع الثاني اللي هو يعني ده عنده حاجه ونفسه يتخلص منها وما يقدرش يعمل عمليه. دي المريضه دي طبعا قولا واحدا جات الاشعه التداخليه ملت هذا الفراغ، نقدر طبعا نعمل لها كي بالتردد الحراري. التردد الحراري للغده الدرقيه دي احدث تدخلات الأشعة التداخلية عندنا، ومن التقنيات الحديثة جدا، بدل العملية الجراحية الكبيرة اللي احنا مش قادرين نعملها في هذه المريضة، هنقدر نعمل عملية الكي بالتردد الحراري. بعض المرضى ده على سبيل المثال، ده المريضة على الشمال دي، المريضة قبل إجراء العملية او الكي، مش العمليه بقى، العمليه اللي مش عمليه، كي بالتردد الحراري دي، بعديها التضخم راح. المرضى دول ساعات بيبقى فيه جزء من التضخم ده داخل في القفص الصدري وضغط على القصبه الهوائيه، احنا بنقدر نعملهم بالاشعه التداخليه. كي بسيط جدا، فتحه صغيره من غير اي عمليات، قولا واحدا ينفع فيها التردد الحراري. الحالة الجاية بتقول أنا كنت عايز أستشير حضرتك، كان واحدة بتقول أنا عاملة استئصال جراحي للفص الأيمن من الغدة ورجع التضخم تاني بعد 4 سنين من العملية، قالوا لي الجراحة خطر في حالتي أكيد عشان التليفات، وهل الأشعة التداخلية ممكن تكون هي أمل لهذه الحالة أم لا؟ ده سؤال دقيق يا دكتور أيمن. دول نسبة كبيرة ومش قليلة عندنا من مرضى الغدة الدرقية اللي هو عمل عملية وبعد العملية اللي بنقول عليها الريكارنت جويتر أو الارتجاع للتضخم بعد عملية استئصال الغدة الدرقية، سواء بسنة باتنين بتلاتة بعشرة يرجع يحصل تضخم تاني. الإشكالية هنا الحقيقة إن الجراحة بتبقى متعذرة علشان الالتصاقات والتليفات اللي حوالين الغدة الدرقية. بعد الجراحة الحقيقة المنطقة في الرقبة منطقة محدودة، حيز محدود، وفي كتير جدا من الأعضاء الدقيقة فايتال أورجنز بالظبط، الأعصاب والشرايين، فبيحصل فيه التصاقات، فالجراحين الحقيقة ما بيفضلوش يعملوا العملية مرة تاني إلا عند الضرورة القصوى. كي بالتردد الحراري الأشعة التداخلية نقدر إحنا بمنتهى الأريحية إن إحنا نعمل كي لهذا الورم المرتجع في الغدة الدرقية، ويمكن قدامنا حالة هنا هو على الشمال، لو تلاحظ حضرتك في أسفل الرقبة أو المشاهدين في جرح قديم لاستئصال الغدة الدرقية أهو، وفوقيه الجزء اللي فوقيه ده التضخم اللي في الرقبة، تضخم كبير. احنا المريض ده عملنا له، ده كان راجل، كي بالتردد الحراري من غير اي عمليات، ودي الناحيه الشمال، الناحيه اليمين ده بعد الكي الورم اختفى بالكامل من غير اي جراحه او اي فتحه جراحيه. فالاجابه طبعا على السؤال
لا، الأشعة التداخلية تقدر تعالج التضخم المرتجع بعد الجراحة. السؤال، الحالة اللي جاية حالة مهمة جدا، راجل عنده 50 سنة بيقول عنده بؤرة في الكبد مقاسها 5-6 سنتي، كان عايز أعرف هل ممكن علاجها بالأسلوب الأشعة التداخلية؟ هو كتب حتى تعديدا بالحبيبات الدوائية الذكية. ده من المتابعين ده مذاكر، ده مذاكر قوي قوي. طبعا الحقن، حقن الأورام، أورام الكبد بالقسطرة، احنا بنحقن عدد من المواد. في الحقن الكيماوي التقليدي، ان احنا بنخلط الدواء الكيماوي بمادة زيتية اسمها الليبيدول، وفي الحقن المتقدم شوية بالمادة الأحدث اللي هي الحبيبات الدوائية الذكية. واحنا بنقول عليها ذكية ليه؟ احنا فكرة الحقن الكيماوي ان احنا بنخش بالقسطرة نحقن الخليط من الدواء الكيماوي والمادة الزيتية دي، ده الحقن التقليدي. هنا في الحبيبات الدوائية الذكية دي، لو احنا شايفين الانيميشن ده او الفيديو، السرنجة دي فيها الحبيبات الحمراء دي عبارة عن حبيبات صغيرة، بنخلطها بالمادة الكيماوية او بالكيماوي، بنقول عليها محملة. فالخليط ده، المادة الحبيبات دي تحتفظ بالكيماوي داخلها، ونحقن هذا الخليط من خلال القسطرة. اهو القسطرة، الحاجة الزرقاء دي اللي ماشية في الشريان اللي هو الأحمر، ونوصل لحد الجزء البنفسجي ده اللي هو الورم، ونبتدي نحقن الخليط اللي هو المادة الكرات الحمراء دي، الحبيبات الدوائية محملة بالدواء الكيماوي. بنحقنها اهو، تستقر في الشرايين المغذية للورم وتستقر داخل الورم. بعد ما تستقر هذه الحبيبات المحملة، تبتدي تطلق الدواء اللي هي متحملة بيه الكيماوي. الحقيقة لو احنا بصينا على الشاشة، اطلاق هذا الدواء بيستمر لفترة كبيرة، ممكن توصل لـ30 يوم. طيب، عشان كده سميناها ذكية، بتطلق الدواء على فترة كبيرة. طب احنا ايه الميزة اللي هنستفيدها لما من طول فترة اطلاق هذا الدواء؟ نمرة واحد، نقدر نحقن جرعة اكبر من الدواء، وبالتالي زيادة فعالية العلاج. نمرة اتنين، اطلاق الدواء بصورة منتظمة على فترة كبيرة يخلي تركيز الدواء الكيماوي في الدورة الدموية بسيط جدا، وبالتالي مفيش اي اعراض جانبية تذكر عند المريض. ويمكن ده المنظر هنا، دي الاشعة المقطعية، الحاجة الدائرة الرمادي ده، الرمادي ده الكبد اللي على الشمال، وفي دائرة سود او رمادي. لو عملنا الاشعة المقطعية دي بعد ما عملنا الحقن بالحبيبات الدوائية، الحاجة اللي ميتة عندنا في الاشعة المقطعية دايما بيبلونها اسود، دي معناها ان هي خاملة. لو شفنا في صورة يمكن معانا تاني بعد الحقن، تحول هذا الورم او هذا النسيج من نسيج اهو، من نسيج نشط لنسيج لونه اسود، ده معناها ان ده حاجة خاملة وميتة. فطبعا الورم اللي حجمه 6 سنتي ومحدد بهذا المنظر، لو هو كده فعلا، ده ينفع يتعالج بالحبيبات الدوائية، بس بشرط ان تكون وظائف الكبد تتحمل وتسمح. احنا عندنا مقاييس ومعايير للمريض اللي بنعمل له الحقن ده. الحد الجاي ده مهم جدا، لانه منطقه الدوالي، هو الجاي سؤال على دوال الخصيه. دوال الخصيه منطقه علميه فيها نوع من الارتباك، جاي الارتباك من اكتر من منطقه. اولا انه ده تاخر الانجاب موضوع بيعالجه دايما منظومتين مختلفتين، منظومه الذكوره ومنظومه طب النساء والتوليد، ففي خناقه بينهم قائمه في قيمه علاج دوالي الخصيتين فيما يتعلق بتاخر الانجاب، خناقه كبيره جدا. وبعدين بتوع الذكوره بيتخانقوا مع الاشعه التداخليه دلوقتي، انتوا خدتوا منا حته مهمه، انتوا بتعالجوا دوالي الخصيتين واحنا بنعالج دوالي الخصيتين، هم لهم اسلوب والاشعه التداخليه ليها اسلوب. فدوالي الخصيتين عامله زي اشكاليه، منطقه خناقه كبيره. فهي دي الحاله، الحالة بيقول إيه؟ هو عنده متزوج بقاله 2 سنين، ما حصلش حامل، ما حصلش إنجاب، أدي أول خناقة. عنده دوالي في الخصيتين من 4 سنين، كان بياخد علاج، وبعدين تولي الخصيتين بيسأل هي السبب في تأخر إنجابه ولا لا، وهل ممكن علاجها بالأشعة التداخلية؟ لأنه بين علاج بين قوسين هو مش عايز يعمل عملية. طبعا يعني نمرة واحد،
علشان نعرف في دوال الخصية ولا لا، بنعمل له حاجة اسمها دوبلر ملون، دي موجات صوتية ملونة، دي بنتأكد ان في دوال الخصية، ودوال الخصية احنا بنقسمها درجات بالدوبلر، فده التشخيص بالأشعة. طيب هل الدوال اللي موجودة اللي احنا شخصناها دي هي السبب في تأخر الإنجاب ولا لا؟ ببساطة المريض ده لازم نشوف تحليل السائل المنوي بتاعه. لو تحليل السائل المنوي متأثر بمعنى ايه؟ ان عدد الحيوانات المنوية اقل من الطبيعي، او كفاءة الحيوانات المنوية ليست على المستوى الطبيعي او المعدلات الطبيعية، بإذن هذه دوالي مؤثرة. وطالما مؤثرة على عد الحيوانات المنوية او كفاءتها، يبقى قولا واحدا لازم المريض ياخد اجراء. الحقيقة المريض يعني احنا قدامنا في علاج دوالي الخصية في سكوب كبير او من العديد من البدائل. زمايلنا الجراحين في الاجراء التقليدي او الجراح العادي اللي هو بيخش بيربط هذه الدوالي، ولكن الأشعة التداخلية أوجدت حل بديل أو أضافت حل تاني لعلاج دوالي الخصية. الحقيقة حل سلمي وبسيط. إحنا مشكلتنا الأوردة المتمددة دي عايزين نتخلص منها. ببساطة بنخش للوريد بتاع الخصية ده، يا إما من وريد الرقبة أو من وريد الفخذ، ونحقن مواد أو نحط ملفات حلزونية داخل الوريد عشان نقفله. يمكن الصورة اللي قدامنا دي باينة، لو بصينا الأقصى الشمال هنلاقي الحاجة اللي تحت دي اللي عاملة زي الكتلة اللي تحت دي الدوال. احنا بنحقن صبغة كده، الحاجة السودة دي صبغة بتبين ان في دوالي اهو، ده في أقصى الشمال، وفوقيها الأوردة اللي طالعة دي. الدوالي دي بتتجمع تعمل وريد رئيسي للخصية، ده بيصب في الناحية الشمال في الوريد الكلوي، في الناحية اليمين في الوريد الأجوف السفلي. الصورة اللي في النص دي لو حضرتك بصيت في حاجة دايرة صغيرة قوي، ابتدت الحتة البطشة اللي تحت دي في الشمال ما عادتش موجودة، اختفت، فاحنا خلاص لغينا الأوردة اللي تحت، وبناخد الوريد من تحت لفوق نقفله عشان ما يحصلش أي ارتجاع. في اليمين ابتدى الجزء اللي تحت البطشة راحت، لكن في جزء الوريد من فوق اهو موجود. لو أقصى اليمين بصينا هنلاقي إن الوريد كله ابتدى يختفي، وحطينا حاجة عاملة زي السوستة هي، لو شايفين في أعلى الصورة على اليمين ده ملف حلزوني. إذن لغينا الوريد بالكامل كأننا استأصلناه. حقيقة يعني علاج دوالي الخصية بالأشعة التداخلية يعني قدم حل مذهل، والحقيقة كتير من المرضى بيفضلوا كده، لأن هو إجراء بسيط بياخد حوالي نص ساعة، مفيهوش اي فتحات جراحيه، وكمان احنا بنبقى داخلين من الوريد. يمكن احنا في قسطره الشريانيه المريض بنخليه ينام معانا مثلا 5 ساعات او حاجه زي كده عشان مكان الشريان، لكن الحقيقه في الوريد ده المريض لو دخلنا من الرقبه بندوس كده 5 دقايق وبيروح، يقدر ينزل الشغل تاني يوم الصبح. فهي الحقيقه يعني بقت حل موجود وسلمي وامن لكتير من المرضى. فطبعا لو هي نعمل تحليل سائل منوي، لو متأثرة نقدر نعمل له علاج بالأشعة التداخلية. الحالة اللي جاية يعني الأشعة التداخلية خدمت فيها الطب خدمة كبيرة جدا، اللي هي الأورام اللي فيها، لأن الأورام اللي فيها الست أو البنت لو ما كانتش اتجوزت أو حتى اتجوزت وخلفت خايفة جدا إن شال الرحم، لأنه الستات عندهم تخوف شيل الرحم، ده تخوف كبير، ودايما توصف الاورام اللي فيها بانها بلادي اوبريشن، عمليه بلادي. صحيح. فالحاله اللي جايه بتحكي على انها عندها اورام ليفيه بالرحم، بتقول هي عندها الورم الليفي ده مسبب لها انخفاض في نسبه الهيموجلوبين في الدم بسبب النزيف، وعايزه تعرف هل العلاج بالاشعه التداخليه ممكن يحافظ على الرحم والتبويض، لانها لسه ما اتجوزتش ومش عايزه تشيل الرحم. هي قالت الكلام ده. ده النوع الاولاني اللي احنا قلنا، اللي هو اللي عارف ان عنده حاجه محتاجه تدخل ومأثره عليها لدرجه ان هي اثرت على صوره الدم، انيميا المزمنه والهيموجلوبين نزل ومش قادره تاخد القرار الجراحه. لا طبعا نزود هنا كمان ان هي يعني انسه وعايزه تحتفظ بالرحم او عايزه تنجب تاني،
طبعا ده قولا واحدا، الأشعة التداخلية بتخدم هذا القطاع من المرضى اللي محجمة عن العملية، لأن ده إجراء بسيط زي ما احنا شايفين هنا. هنا ده لو احنا الانيميشن بيوضح ازاي احنا بنعالج الاورام الرحم اللي فيها بالاشعه التداخليه. الدايره دي طبعا زي ما كلنا حفظنا، الفخذ اليمين خش من الشريان بتاع الفخذ ونخش على شريان الحوض عشان نعمل خريطه شريانيه ونشوف الشريان اللي بتغذي الورم الليفي. وانا بكرر تاني، الورم الليفي احنا بنخش في الشرايين اللي بتغذي الورم الليفي وبنسيب الشرايين اللي بتغذي بقيه الرحم وبطانه الرحم، ما بنجيش ناحيتها. اهو دخلنا زي ما حضرتك شايف اهو المشاهدين، الحبيبات البيضة دي حبيبات دقيقه بنحقنها في الشرايين اللي بتغذي الورم الليفي، نمنع التغذيه الدمويه عنه يبتدي يكش. طبعا الاشعه التداخليه افادت القطاع ده اللي هو اللي محجم، واضيف حضرتك عليها زي السؤال اللي معانا ده، ان هي عايزه تحتفظ بالرحم ومش عايزه يبقى عندها اي نسبه مخاطره ان هي تفقد الرحم ده، لان هي عايزه يبقى عندها فرصه في الانجاب. لا طبعا دي نقدر نعمل لها العلاج بالاشعه التداخليه، ودي مناسبه جدا جدا دي. الرجاله بقى سؤال، هل العلاج بالاشعه التداخليه في تضخم البروستاتا الحميد مفيد للي عندهم احتباس بولي او مشاكل في التبول؟ ده سؤال مهم، ده سؤال مهم، ودي الحقيقه ده مثال لازاي الاشعه التداخليه اوجدت حلول لمرضى ما كانش لهم حل. الحاله دي ده مريض حياتك، وده سيناريو متكرر وبنشوفه كتير جدا يا دكتور ايمن. مريض عنده تضخم في البروستاتا، البروستاتا تضخمت لدرجه كبيره، ضغطت على مجرى البول ووصلت ان المريض حصل عنده احتباس، يعني مش قادر يتبول. المرضى دول السيناريو اللي بيحصل حياتك ايه؟ وغالبا ده بيبقى مريض كبير في السن ما يقدرش يعمل عملية، او حجم البروستاتا كبير وما ينفعش يعمل منظار، لازم يعمل عملية استئصال جراحي وهو ما ينفعش يتبنج، فبتبقى فيه اشكالية. عنده احتباس، بيجيله احتباس متكرر، يركب قسطرة بول، يبتدي الاحتباس يفك بالقسطرة، المريض يتبول، شيل القسطرة يرجع الاحتباس تاني، فاضطر يحط قسطرة، فيبقى قدامه أحد أمرين، يعيش طول عمره بهذا المنظر ويحط القسطرة علشان يتبول، أو يركب القسطرة ويخليها لفترات كبيرة وبالتالي يحصل التهاب في مجرى البول والتهاب في المثانة، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا، وهو في نفس الوقت مش قادر يعمل عملية فإشكالية. أشعة تداخلية جت انتشلت هؤلاء المرضى. احنا بنعمل حقن للبروستاتا، طبعا الأشعة التداخلية تحل مشكلة المريض ده جدا جدا. بنعمل حقن، أو لو شايفين هنا ده صورة الأشعة، لو ده الشريان البروستاتا وفي بطشة تحت اهي تحت الكرة دي، لو شايف حضرتك ده مريض كان عنده نفس الحال. الكرة دي الدايرة دي، ده القسطرة، واللي تحتيها البطشة اللي تحتيها السودة دي، ده التغذية الدموية بتاع البروستاتا. الصورة اللي بعديها التغذية الدموية بتاع البروستاتا اختفت، وبالتالي تبتدي تضمر البروستاتا، وبالتالي أو يقل حجمها، يقل الضغط على مجرى البول، يتبول المريض بصورة طبيعية. فطبعا المريض ده يكاد يكون الحل الوحيد بالنسبة له، لو هو ما عندوش أي فرصة جراحة، العلاج بالأشعة التداخلية ده قولا واحدا. الحالة الجاية مهمة جدا، بتسأل على الدوالي، حملت وولدت وعندها دوالي في الساقين ومسبب لها ألم متورم في رجلها. الدوالي خلاص، الدوالي دلوقتي بقى علاجها كله يعني بنقول اندوفاسكولار، من داخل الوريد، يعني العمليات الحقيقة في الدوالي الساقين بقت هيستوري، العمليات الجراحية، العمليات الجراحية لا خلاص ما عادش له ستريبنج، يعني الحقيقة الأشعة يعني موجودة بصورة يعني مش كبيرة، لأن الأشعة التداخلية بقت حل بسيط وآمن. طبعا نقدر نعمل لها كي بالليزر، نخش بقسطرة الليزر أهو، يمكن ده مريض حقيقي. الليزر اللي احنا بنخش فتحة صغيرة قوي مش باينة، فيش أي فتحات جراحية، الليزر النقطة الحمراء دي ماشي داخل الوريد أهو، بنمشي بنكوي جزء جزء من الوريد من أعلى الفخذ
لحد تحت عشان نتخلص منه بالكامل. هل كي ده كأننا عملنا عملية واستأصلناه، يعني بنموته هو موجود مكان فكأنه مش موجود. أو من الآخر سنة سنة الجزء الأحمر ده، ده الليزر، ده أثرت الليزر. احنا مسرعينه شوية عشان بس هو طويل، فعشان نوريكم التقنية، لكن هو أبطأ من كده لأنه بالراحة. الجزء اللي عايزين نشوفه احنا أول ما نخرج لو حضرتك بصيت حاجة ضئيلة جدا. الفيديو ده دكتور أيمن بيبين ساعات المريض بيبقى عنده دوالي وعنده الحاجة اللي موجودة جدا بيشتكي منها يمكن الستات بصورة كبيرة، الدوالي الشعيرات الدموية اللي هو المنظر العنكبوتي ده السطحي اهو. احنا دول بعد ما بنعمل الكي بالليزر لو في الشعيرات الدموية دي والسبايدر فينز، بنعمل اللي احنا شايفينه ده حاجة اسمها حقن مادة رغوية بإبرة رفيعة جدا، بنحقن مادة بتلغي الأوردة والشعيرات الدموية دي من الداخل وبتختفي. يمكن المنظر اهو قدامنا، إبرة رفيعة وبنحقن هي اختفت في ثانية واحدة، وده بيعتبر جزء مكمل لكي دوالي الساقين بالليزر. سؤال ده المنظر ده، يمكن الصورة على اليمين المريض قبل ما نعمله الكي بالليزر، وده بعديها بعد الكي شتان الفرق غير اي جراحه. لو حضرتك بص ناحيه الشمال مفيش اي فرق. سنيك لايك في الاول اللي تورش والانجيت الوصف بتاعها اللي عندنا في الحقيقه. في سؤالين سراع شويه. السؤال الاولاني بيسال عن ورم في القولون استؤصل، دكتور الاورام استأصله خلاص، لكن طلبوا منهم يركبوا جهاز بورت كاثيتر للكيماوي، فبيسال هل ممكن ده يتركب الاشعه التداخليه؟ الحقيقه المريض اللي هيخضع فترة علاج كيماوي كبيرة بعد إزالة ورم بعد أورام سواء القولون سواء الثدي، بنركب له جهاز اسمه بورتاكاس أو أسطرة لحقن الكيماوي. حقيقة بدل المريض ما لو هياخد كيماوي لفترات كبيرة أوردة الأوردة الفرعية بتتأثر، ومع مرور الوقت ما بتبقاش موجودة وبتبقى مشكلة كبيرة، بالإضافة إن الأوردة الكبيرة بتبقى أفضل للمريض اللي بياخد كيماوي، علشان أولاً لا تتأثر هذه الأوردة لأنها قطرها كبير، ويحصل خلط للكيماوي بالدم بصورة أفضل، فبنركب هذا الجهاز. الجهاز ده كان بيتركب جراحياً، إحنا نقدر نخش تحت الأشعة والموجات الصوتية، بنركب قسطرة في أوردة من خلال وريد الرقبة أو المريض هنا الصدر، نخش بالقسطرة، والقسطرة دي بتتوصل بجهاز قطره حوالي 5 سنتي بيبقى تحت الجلد موجود، ده بيفضل موجود طول ما المريض بياخد الكيماوي. لما بنيجي نستعمله بنحط ابره من خلال الجلد، خلص المريض الكيماوي بيشيله. طبعا نقدر نركب البورتكاس استرشادا بالاشعه القسطره او الموجات الصوتيه بحتها صغيره جدا جدا جدا. ده بيستخدم برضه في الغسيل الكلوي شبهها حال المهوكر، ونفس بنفس المنطق يعني نفس المنطق. ربنا يعافي الناس ويخفف عنهم المهم. واحد عنده تليف في الكبد، دي حاله بطنه أشعة تدخلية، حصل له تضخم في الطحال، حصل له هايبر بليزيا في الطحال، هايبر سبلينيزم، وأثر السبلين المتضخم ده الطحال المتضخم على نسبة الصفائح الدموية، بياكل الصفائح الدموية، وبالتالي عنده فرصة نزيف، وطبعا التليف مخلي البروثرومبين قليل، ففرصة النزيف جاية من ناحيتين. طب احنا مش هنقدر نتعامل مع البروثرومبين، هنقدر نتعامل مع التليف، هل الأشعة التداخلية تساعدنا؟ دي طبعا يبقى انا بقى شخصتها بطل. صحيح عندك إشكالية موجودة كتير يا دكتور، لأن مرضى تليف الكبد بيحصل عندهم تضخم في الطحال، وتضخم الطحال ده ساعات ما يبقاش مجرد تضخم، يبقى توحش. الطحال ده بيوصل لمرحلة إن هو توحش، مش بس بقى حجمه كبير، لكن ابتدت سلوكياته كمان تبقى متوحشة، بيكسر كل مكونات الدم وعلى رأسها الصفائح الدموية. فالمريض ده بنحبه احنا في إشكالية كبيرة، هو عنده الصفائح ناقصة، تالي اللي بيعدي من جنبه ممكن ينزل، فازاي هنعمل له عملية نستأصل الطحال المتوحش ده نتخلص منه؟ في نفس الوقت هو عنده تليف زي ما حضرتك تفضلت، وعوامل التجلط عنده مش مظبوط، فمحتاج يعمل عملية، وفي نفس الوقت المكونات العوامل التجلط والصفائح مش موجودة، هو احنا خايفين عليه من نزيف في الأمور الطبيعية، فازاي هنعمله؟ إشكالية. أشعة تداخلية تدخلت حلت هذه الإشكالية وفضت هذا النزاع، فعم بنعمل قسطرة للقفل الجزئي لشريان الطحال.
احنا الطحال المتوحش ده لو قللنا التغذية الدموية عنه شوية سلوكياته هتهدى ويبتدي يتصرف تصرفات طبيعية وما يكسرش مكونات الدم ومنها الصفائح. لو بصينا على الصورة دي، لو حضرتك بصيت على الناحية الشمال، الحاجة المتعرجة دي ده الشريان، ولو لاحظنا هنلاقي ان الحتة السودة دي في الصورة اللي على الشمال دي ده الدم داخل الطحال. الناحية اليمين بعد ما قفلناه قفل جزئي، لو حضرتك تلاحظ احنا ما منعناش الدم عنه بالكامل عشان يفضل عايش، بس قللنا الدم. هنا الطحال لو لاحظ الاسود ده اسود غامق، على الناحية اليمين بقى فاتح، يعني قللنا التغذية الدموية، وبالتالي بنهبط نشاطه ويقدر يتصرف بصورة طبيعية. فطبعا الإجابة نقدر نعمله، ده الحل الوحيد الأشعة التداخلية. أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا، ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور أسامة حتة، أستاذ الأشعة التداخلية بكلية الطب بجامعة عين شمس، وسكرتير عام الجمعية المصرية للأشعة التداخلية، عضو الجمعية الأوروبية للأشعة التداخلية والأمريكية، عضو اللجنة العلمية للجمعية العربية للأشعة التداخلية، كان منورنا في الناس الحلوة. شرف كبير لينا، شكر جدا وجودك معنا. شكرا، خليكم دايما مع الناس الحلوة.